حياكم الله أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل والنتائج تحسب الآن. وصلني اسم ببارك له بالرجوع إلى المنتجع، ويبقى بعده 4 أشخاص. ألف مبروك العودة إلى أحضان المنتجع لتكملة ما بدأت من إنجاز بعد هالرحلة اللي كانت ممتعة لك وممتعة برضو للمشاهدين الكرام. ألف مبروك لآخر من صعد معي على المسرح، عبد الله الروقي. مبروك العودة. لحظة ألمس. الله يبارك فيك. والله اللي مبروك. ولا تجي رجع لك. عبد الله بشكل سريع. سم. مبروك. الله يبارك فيك أبو سعد ويبيض وجهك. الكاميرا طوع يديك. والله الحقيقة الحمد لله على كل حال، واشكركم على شعوركم الطيب. وانا فرحتي حقيقه ما هي بالكامله، الشباب موجودين على المسرح وفي واحد اللي بيطلع، فانا اثر على نفسي اني افرح لانت تجي النتيجه اللي كان قبل شيء بروفات. لا مو بروفات بس المس بيني وبينك يا عبد الله. نكون مشاهدين الكرام من جمهورك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وسعد ثاني العائدين في ليلتنا هذه كان عبد الله الروقي، وسبق عبد الله الشمري في حصوله على حقيبة مبروك العودة للمنتجع. عبد الله مبروك عليك العودة.